أستاذ نبيل نرفع الصوت حتى تستمع لسؤالك، وتتحدث عن الأدوار التي تلعبها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تجسيدا أو بداية لتجسيد متطلبات ومقتضيات قانون الاستثمار الجديد. نعم، الوكالة الجزائرية للاستثمار الجديدة ستلعب دور محوري وكعمود فقري للاستثمار، لأن اليوم شفنا بعد تعطل الاستثمارات في الجزائر منذ 10 سنوات، وإن لاحظنا بلي هنالك نقص كبير في الاستثمار لأثر كثير أفقيا وعموديا على الاقتصاد الجزائري، وشفنا انخفاض النمو، شفنا الركود. اليوم بعد كما يقول لك بعد تنصيب هذه الوكالة وبعد بداية في الشغل ستعطي دافع كبير، خاصة هذه الوكالة اللي تخص الاستثمارات تاع الشركات الكبرى تاع 2 مليار دينار، يعني هذا راح تساعد النمو الاقتصادي في الجزائر، وتعتبر عندها دور محوري وكذلك محفز للاستثمار في الجزائر، خاصة الاستثمارات الكبرى التي يحتاج إليها الاقتصاد الجزائري. اليوم شفنا منذ 2014 غياب هذه الاستثمارات الكبرى، واليوم الحمد لله لتبدأ هذه الوكالة في تسيير هذه الملفات، كما يقول لك الملفات الأساسية